يقول: ما هي حقوق البنت على الوالدين؟ حقوق الأولاد سواء البنت أو الذكر لهم حقوق على والديهم بالتربية، بالإنفاق عليهما والتربية والتوجيه السليم وحفظهما عن الأخلاق السيئة وأمرهم بطاعة الله وأداء الصلوات، هذا واجب هذه تربية واجبة للابن على والده. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ربوهم عليها لعشر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فللولد حق التربية على والده. نعم.